السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى ما يرام. وليت كنخاف عليكم اخوتي المغاربه، حيت 95% ديال المغاربه مساكن ابرياء، ما داروا لا بيديهم لا برجليهم، وغيمشيو في الرجلين الله يستر. خايف لا شي صباح النوض الله يستر يا ربي، وما بغيتهاش لكم اخوتي المغاربه. ويقول لك الله يستر تحت شي حجره مشي كوكب وطاحت على المغرب وتفرق على جوج الله يستر. هادشي علاش كنخاف انا اخوتي المغاربه، هادشي علاش انا كنخاف عليكم. نذكركم على علم اخوتي المغاربه بالمهزله الاخيره التي كان بطلها واحد السيده تدعي انها مؤثره كتاثر على المجتمعات، وجات باش تاثر على المجتمع المغربي، حيت هو اللي بقى لها مازال ما اثرتش عليه، اثرت على المجتمع الهولندي والدنماركي كما قالت. ملي خرجت اعتذرت قالت بانها هي دنماركيه هولنديه، كاين واحد المزيج ديال الثقافات في الدماغ ديال هذه السيده هذه اللي جات باش تخوي على المغاربه تاثر عليهم، حيت المغاربه الوحيدين اللي مازال ما تاثروش التاثيرات ديالها وجات تاثر عليهم، حيت عرفاتهم كيتاثروا دغيا، حيت المغاربه هشاش مساكن هشاش دغيا تاثر عليهم. وداك الشيء اللي دارت فعلا واثرات على الشباب المغربي، حيت كما كتشوفوا مؤخرا وكما انا كنشوف بان الله يستر المغرب غادي اللور اللور من خلال الحزمات والربطات ديال الشعر اللي كيديروا دابا لي جون الشباب ديالنا في المغرب. هادو هما الشباب اللي غادي يزيدوا بالبلاد لقدام، هادو هما الشباب المسلم العربي يعني اللي غادي يعني يطوروا المجتمعات. نتمنى من الله عز وجل ان الرساله ديالي المتواضعه من هذا العبد الضعيف توصل لهاد السيده هذه اللي كتدعي انها مؤثره، لعل وعسى ترجع لطريق الصواب. قبل ما ندخل في الموضوع اخوتي المغاربه، بغيت نوصل لها واحد الرساله. خصك تبدلي العنوان ديال ليميسيون ديالك، الحلقات اللي كديري خصك تبدلي العنوان، حيت اصلا كتجيبي معك الكلبه ديالك، والكلبه ديالك هي اللي كتختار شكون اللي غادي يمشي معك في التالي، الكلبه ماشي انت اللي كتختاري. اذا بدلي حتى العنوان، راه العنوان اللي درتي ما عنده علاقه بليميسيون. خصك ديري اكتشاف المخدرات في ميناء طنجه عن طريق الكلاب المدربه، ولا هذاك بور ما بقاتش ايميسيون كنختاروا فيها الازواج ولا الاصدقاء، ولا بور حيت كنجيبوا الكلاب كيشموا عباد الله، دونك خص يجيبوا معاهم البوالز ديالهم، ولا بور هذاك كيتشمي فيهم لا دروغ المخدرات. ما بقيتيش كتختاري انت الصديق باش تعرف خرج العقل. باش كنقول لكم شي واحد كيدير شي محتوى، حنا كنتبعوا غير المحتوى التافه اللي ما عند باباه لا ساس لا رصاص، كنتبعوا للمحتويات الفارغه اللي ما استفدوا منها حتى شي حاجه. نجيب انا الكلبه ديالي ونجي ونبقى نشم انا دوك الصديقات ديالي، الكلبه تجي تشم ليا كسميتو. واش ولا بور هذاك كنشم انا المخدرات؟ واش ولا ايروبور؟ واش ولا ما فهمت والو. حنا العرب فينا التقليد الاعمى بالمقلوب، حتى التقليد ما كنقلدوش صحيح، كنشدوه من راسه ماشي من رجليه، التقليد الاعمى بالمقلوب. انت كتقولي بان الدنمارك هولندا، يعني دماغك فيه مزيج ديال الثقافات، على ما لقيتي ما تجيبي للمغاربه، شديتي انت من الدنمارك وهولندا غير الفساد والتزنديق وصدرتيه لنا وجبتيه لنا، جبتيه للمغرب. علاش ما تجيبي لناش التكنولوجيا ديال الدنمارك مثلا، كيفاش كيصوبوا الفرماج ديال المعيز ديال البقر، جيبي لنا التكنولوجيا ديال الفلاحه ديالهم، هولندا حتى هي فيها البقر الفلاحه التكنولوجيا، جيبي لنا مثلا التكنولوجيا ديال هولندا ودخليها للبلاد ديالك المغرب. جبتي لنا حيدتي انت من الدنمارك وهولندا، حيدتي منهم غير الحاجه النيجاتيف غير الفساد والتزنديق. وتا الدنمارك واقيلا ما كيديروش فيها هادشي اللي درتي انت دابا هنا. انا عايش في اوروبا، الاوروبيات ولاو كيحشموا، ولاو كيحشموا الاوروبيات، ما كيديروش روتوني اليومي الاوروبيات، ما كيعريوش الاجساد ديالهم، عندهم الكرامه. هي كتقول لك انا الكرامه ديالي ما تسمحلياش، عندي دي برانسيب، واخا هي ملحده اوروبيه ما كتلبسش داك اللباس ديال الزنديق. واخا انت كبرتي مثلا في الدنمارك مثلا وهولندا وداك الشيء، الدماغ ديالك مازال عربي، باقيه يعني في الدماغ ديالك. شوف كيفاش كتفكري، جبتي غير المسائل التافهه جبتيها للمغاربه. علاش ما جبتي لناش التكنولوجيا من الدنمارك ومن هولندا؟ اشنو جبتي للمغاربه؟ واش داك الشيء هذاك ما كيعرفوش المغاربه؟ المغاربه ما كيعرفوش يخسروا الصديقات ديالهم؟ راه العجب اللي كاين في المغرب، راه ما كاين حتى في شي دوله، ولكن حنا كنديروا داك الشيء غير من التحت، حيت عندنا داك الشيء طاب وما كنهضروش فيه بحكم حنا دوله اسلاميه. انت جيتي للمغرب درتي داكشي وتا واحد ما حاسبك وما عاقبك، داكشي اللي درتيه بحكم حنا دوله اسلاميه، وكان كان كيطبق القانون 100% غادي يطبق عليك انت الاولى، وخصو يطبق عليك 100% القانون بحكم حنا دوله اسلاميه. شنو كدير الشرطه الالكترونيه ما استدعاتك شيء؟ الدول المتقدمه العلمانيه ما بداوش بالفساد في الاول، بداو بتطوير الدول ديالهم، بداو بالصناعه بالتجاره، من بعد الصناعه الثقيله
بداو بالتكنولوجيا وتطوروا البلدان ديالهم لي زارمون، عندهم المرسيدس فولكسفاغن، طوروا البلدان ديالهم، البنيه التحتيه كيصوبوا لي باطو، كيصوبوا الطياير الايربيس 380 كيصوبوا، بداو بهادشي هذا. عاد جاوا داكشي ديالك انت اللي جاب دابا ديريه للمغاربه، عاد جاوا من بعد كيديروا داك البرنامج هذاك ديال بعدا وكلوا الشعوب ديالهم وطوروا البلدان ديالهم، عاد جاوا كيديروا هادشي هذا. وما كيديروش كلهم حيت كي قلت لكم الاوروبيات ما كيديروش الروتيني اليومي، الاوروبيات راه كيحشموا على العرض ديالهم، ما كيديروش الروتيني اليومي. الروتيني اليومي كاين غير في الدول العربيه حيت الفقر هو اللي كيجعلهم يخرجوا باش يديروا الروتيني اليومي. والفقر ماشي بالنسبه ليا انايا كيتسمى عذر انني نكون فقير باش نخرج انني نفسد. مثلا نعطي عذر للناس نقول لهم انا راني فقير، ما عندي مثلا ما ناكل ولا ما خدامش داكشي باش حيت السروال ديالي قدام الناس وبينت القاع ديالي قدام الناس، حيت انا فقير باش يصيفطوا لي الفلوس في التيك توك وكذا، حيت ما عندي ما ناكل، حيت انا بينت القاع ديالي. والسور عورتكم، الله قال لك السور عورتكم، انت بين العوره ديالك الناس باش يصيفطوا لك الفلوس، بدعي انك فقير، هذاك عذر، بدعي انك فقير. الاوروبيه واخا فقيره كاين الفقر هنايا، حتى هنا راه كاين الفقر، والاوروبيه عندها الكرامه والمبادئ، واخا ما كتامنش بالله ما ترضاش باش تعري الحوايج ديالها باش يصيفطوا لها الفلوس مثلا في تيك توك ولا في يوتيوب ولا. احنا اللي كنساهموا في تخريب المجتمعات ديالنا وفساد المجتمعات ديالنا بيدينا، حيت يدينا هما اللي كيديروا لايك وكيبارطاجيو داك الفيديو ديال الزنديق والفساد. حنا اللي كنبارطاجيو داك الفيديو هذاك وكينتشر في عموم المغرب والناس كلهم كيشوفوه صغير وكبير، وداك الشيء هذاك هو اللي كينشر الانحلال الاخلاقي والفساد، وكتخرب المجتمع ديالك بيديك. وبالتالي كنخرجوا كنهضروا كنقولوا له ما هذا منكرش شنو هذا الشيء، هذاك دارت، هذيك فاسقه، هذيك فاسده. انت يلا بارطاجيتي الفيديو ديال 20 عباد الله ديال الناس وكتقول هذيك فاسده، انت اللي ساهمتيني في تخريب المجتمع بيديك وكتهضر اصاحبي. حتى خوتي المغاربه نختم معكم بواحد القضيه ونطرح لكم واحد السؤال، هذا راه كلشي غيعرف شنو هو. هادو الاثقال اللي كنوزنوا بهم اللي كيكونوا عند سحاب الذهب الذهبيه، الاوزان باش توزن الذهب كتحط هذه في الكفه الاولى الا كان فيها 200 غرام 200 غرام، وكتحط سلسله فيها 200 غرام ديال الذهب، كتكون القضيه متعادله متكافئه، ايكواسيون معادله، داكشي اللي كاين هنا كاين هنايا. والميزان اللي غنوريكم دابا هو الميزان القديم اللي كان في الارض، شاد الارض وفيه جوج طباصل، وحنا كنقولوا في المغرب اللي داخل شد الارض، هذا الميزان هذا كان ستابل، كيكون محطوط فيه جوج طباصل، من بعد صوبوا ميزان اخر فيه جوج طباصل ولكن كنشدوه بيدينا وكيبدا كيددش بحال هكا. وتا هو واخا كيددش هذاك الميزان، واخا كيددش الا كنتي كدير وزن يعادل الوزن الاخر كيكون لي كيليبر، والميزان كيوقف ما كيبقاش يددش وكيشد الوزن ديالو. واخا الميزان كيبقى يمشي ويجي، ولكن الا درتي 200 غرام هنا و 200 غرام هنا، حسنات مع السيئات، هاني جايك الهضره باش تفهم. هادشي هذا اللي كيكون الفوق عند الله سبحانه وتعالى، حنا في الارض كنوزنوا هادشي هذا الذهب وكذا، ولكن الفوق ما كنوزنوش الذهب والفضه والنحاس، ما كنوزنوش الطوموبيلات والفلوس وكذا، الفوق كنوزنوا الحسنات والسيئات. اللي كنوزنوا الميزان فيه الحسنات السيئات الاعمال، ماشي الفيراري والبورش والفيلا والطوموبيل ولا بيسين وكذا وهادي ودوزت كذا في راس السنه في لوطيل في الدنمارك ولا في تايلاند ولا في كاب فيغ ولا. الفوق كيكونوا السيئات والحسنات الاعمال. من مور الميزان اللي كيددش بدات كتطور لا تكنولوجي، خرجوا ميزان عادي ما كتحطش فيه لا 200 غرام هنا لا 200 غرام كتعادلها هنايا، لا تبقى عاد كتسد على راسك كتحط الوزن وعاد كتحط كذا. الميزان الجديد كتحط فيه الوزن ديريكت، كيعطيك 7 غرام 8 غرام 9 غرام، كيعطيك الغرامات ديريكت بلا ما كتحط، يعني التكنولوجيا تطورات. الفوق كاينين جوج ديال الطباصل، نقولها لكم بالدارجه التدارجيه باش تفهموني، حيت بزاف ديال الناس ملي كنكون كنهضر كيطرحوا عليا تساؤلات ديالهم، كيقول لك كذا ما فهمناش هذه كتهضر غير كتخربق كذا، انا غير كنخربق حتى طلع الفوق هذا تعرف تخربق شنو هو.
الفوق كيكون الميزان ديال السيئات والحسنات. يعني منين كتموت ما بقالك ما ترجع عاد اللور مارشاريان تقول لهم ردوني للأرض باش نصدق، ولا ردوني للأرض باش كذا، باش ندير الخير، باش نكون إنسان صالح، باش نمشي للجامع، باش ندير، باش نفعل. سيفيني قالوا الكلام ما قل ودل، أظن أنني قلت ما فيه الكفاية. الله يهدي الشباب ديال هذا الوقت يرجعوا للطريق المستقيم، حيث الطريق فين غادين لا يحمد عقباها. كنتمنى ليلة سعيدة للجميع، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.